كل اللي فات دي حاجات دي البنسلين الامبسلين الامبسلين الثلاث حاجات دولت دول جرام بوزيتيف بس مشكلتهم ان هم ايه نوت اند ستاف. مشكله الامبسلين والامبسلين والامبسلين هم الاساس بتاعهم جرام بوزيتيف بس مش هستعملهم كتير. ليه؟ لانهم مش ضد اشهر بكتيريا عندي في الجرام بوزيتيف اللي هي مين الستاف. تمام؟ يعني لو حاله جلديه حاله جراحه تمام ابسس في الماوس في النص او اي فتحات في الجسم حاله فارنجيتس تونسيلايتس تمام اوتيتس ميديا ساينوسايتس تمام برونكايتس صعب جدا تستعمل ايه فيها الحالات دي الثلاثه دول البنسلين الامبسلين الاموكسيسلين. ممكن لو فارنجيتس تستعمل ايه عشان متاكد ان الفارنجيتس بيبقى معظمها ستريبتوكوكاي ممكن استعمل لكن الباقي الحاجات دي كلها ما اقدرش استعملها. ما ينفعش حاله جراحه تتم فيها بنسلين بس او امبسلين بس او اموكسيسلين بس. فدوروا بقى عاوزين نحل المشكله دي. طب نحل المشكله دي ازاي؟ ضافوا على الامبسلين ماده اسمها ايه السالبكتير وضافوا على الاموكسيسلين ماده اسمها ايه الكلافيولينك. لما ضافوا المواد دي خلوهم ايه انتستات. يبقى الامبسلين سالبكتير والاموكسيسلين كلافيولينك هما الاساس بتاعهم لسه زي ما هو الاساس بتاعهم ايه جرام بوزيتيف بس الميزه فيهم على اللي باقي الميزه فيهم على اللي فوق ان هما نوت انت ان هما شغالين انت ستاف كويس. تمام كده؟ فعشان كده دول اللي ينجذبوا في الحاجات اللي احنا قلناها. دول اللي ينجذبوا في حاله جراحه وحاله جلديه. دول اللي ينجذبوا في حاله اي اسس في فتحات الجسم كلها. دول اللي ينجذبوا في الابر ريسبيراتوري. تمام كده؟ نبدا بقى نشوف موضوع الحيوانات اللي بتتكلم على طول اللي هتقابلك كتير على طول واللي هتلاقيها في الرشيدات على طول. اول واحده اللي هو الامبسلين سالبكتير. موجود في السؤال هو اليوناسين اليونكتان الامبكتير والصلب. هل قد تغيرت الصلب عشان تعرف بس ان الصلب نكتب كده فوقه حقن بس. فايل اونلي. اللي موجود في السوق حقن بس مفيش منه ايه؟ شراب. يبقى كلهم فيهم حقن وكلهم فيهم حبوب وشراب وكلام من ده ما عدا الصلب ده حقن بس. ماشي؟ ده الامبسلين سالبكتير الاقسام التجاريه اللي موجوده في السوق. الشرب التركيزات اللي موجوده في السوق قال لك هو تركيز واحد هو تركيز كام؟ 250 مللي جرام. ده التركيز اللي موجود. تمام؟ ماشي. احسبوا الجرعه كده ليه مثلا امبكتام او يوناسين او يونكتام. هدي يونكتام مثلا سسبنشن قلت لك سسبنشن موجود في صوره التركيز كام بس اللي موجود 250 احسب الجرعه في جرعه مكتوبه هنا تمام يبقى لحد دلوقتي مش جرعه مكتوبه يبقى الجرعه كام 50 ل 100 ملي جرام لكل جرام بير داي. الناس اللي لسه داخله طالما الجرعه مش مكتوبه جنب المضاد الحيوي يبقى الجرعه اللي احنا متعودين عليها اللي هي كام 50 ل 100 ملي جرام لكل جرام بير داي. احسب على 50 50 ملي جرام لكل كيلو طفل مثلا وزنه 10 كيلو تمام كده 50 في 10 بكام ب 500 500 برداي وعاوز 500 في اليوم من اليونكتام ده 500 يعني كام 250 2 250 يعني ايه كلمه 250 لسه داخلين يعني ايه دواء شرب تركيز 250 يعني 250 دول موجودين في 5 سم يعني كام 5 سم 2 5 سم 2 250 يعني 2 5 سم من هذا الدواء يعني 10 سم بالفم في اليوم. اي دواء اورال في الفم خدنا قاعده هي مكتوبه فوق من اول الحقن هنا قال لك الحقن كلها كل 12 ساعه وانت نازل ده كله ماشي ودواء الشرب او الاورال كلها كل ايه 8 ساعات وانت نازل ده كله تمام كده. فانا هقسمه على 3 10 على 3 فيها كام 3 ونص بالفم تمام كل ايه كل 8 ساعات ماشي. في منه حبوب حبوب التركيز اللي موجود 375 ده عشان يتاخد حبوب اصلا بياخد كورسين كل 8 ساعات عشان كده نادر ما تلاقي ايه في الشطه مكتوب دواء حبوب الامثلين سالبكتام ده لان الحبوب اللي موجوده 375 عشان يتاخد بتاخد كورسين كل 8 ساعات فنادر ما حد يكتبه. لكن موجود حقن عندي وده اكتر حاجه بيستعمل حقن. حقن عندي موجود في ايه؟ في 375 التركيز اللي موجوده وال 750 وال 1500. يعني ايه حقنه تركيزها 1500 جرام ونص مش 5 سم بقى والجرام ده يعني الحقنه كلها تركيزها كام فيها كام فيها جرام ونص تمام كده عشان يلخبط في الحقن الحقن التركيز المكتوب يعني في الحقنه وخلاص كلها ماشي. بص بقى جرعه الحقن عامله ازاي جرعتها مكتوبه كده جنبها جرعه جرعه كام 150 مللي جرام لكل جرام بير داي. يبقى ده اللخبطه اللي ممكن تقع عندي في العيله دي الامبسلين سالبكتام الشرب مش كاتب له جرعه الاورال مش كاتب له جرعه هي الجرعه اللي احنا متعودين عليها لكن الحقن فيها شوف قد ايه الجرعه لازم تحسب على 150 ملي جرام لكل جرام بير داي تمام كده. والحقن دي بتنكتب كتير قوي خلي بالك الجرعه بتاع الحقن بتاع الامبسلين سالبكتام على 150 ملي جرام لكل جرام بير داي.
حد يحسب لي يلا وزن طفل وزنه 10 كيلو عاوز اديه امبسلين صلب اكتاف. عنده اي مشكله بقى موجوده، مشكله في الجراحه، مشكله في الجلديه، تمام كده؟ او عندي في ابسس في اي فتحات من فتحات جسمه، او عنده ابر ريسبيراتوري، الطفل ده مثلا عنده اوتيتس ميديا، تمام؟ جايه كده الام تشتكي، طفل لسه عنده 10 كيلو ماشي، جايه لك تشتكي من ايه؟ تقول لك الطفل ده على طول قاعد يعيط يا دكتور وسخن وقاعد يخبط في ودانه بالمنظر ده وهو قاعد يعيط. دي حاله هتشوفها كتير في الاطفال. طفل جاي سخن وما بيبطلش عياط يا دكتور وقاعد يخبط في ودانه كده، دي حاله ايه؟ اوتيتس ميديا، تمام كده؟ في الاوتيتس ميديا هتدي مضاد حيوي ومسكن، تمام كده؟ المضاد الحيوي اللي هتكتبه ينفع بنسلم؟ ينفع بنسلم بس؟ ينفع امسلين بس؟ لا، حط حاجه من العلاج الاضافات عشان يشتغل انت ستاف معايا كويس. فلا ينفع معايا مثلا امسلين سلبكتام، وينفع معايا امسلين كده فيولين، تمام؟ هندي اهو امسلين سلبكتام. نفترض ان هدي دواء مثلا اليونيكتام او اليوناسين فايل، تمام؟ هدي له حقن. في الحالات السبير، الحاله لما تكون سبير ودرجه الحراره عندي عاليه عاوز تشتغل، عاوز تدي حاجه تشتغل بسرعه، بندي مين؟ بندي الحقن الاول اول يومين اول 3 ايام ونكمل الجرعه بايه؟ بالشراب بالقوره، تمام كده؟ ده النظام اللي ماشي عندي. يعني مثلا الجرعه عندي قلت لك في الاوتيتس ميديا لمده قد ايه؟ خدناها ورا في الصفحه الثانيه، الاوتيتس ميديا لمده قد ايه؟ لمده 7 ايام، خلاص الكلام ده قلناه في الاول، المده بتاع الامراض كلها قلناها في الاول، ماشي؟ بتاع الاوتيتس ميديا لمده 7 ايام، خلاص فاول يومين او اول 3 ايام ممكن ابدي الامسلين سلبكتام، وبقيه الفتره قد ايه؟ اورا. هدي الامسلين سلبكتام حقن الاول في اول يومين او 3 ايام، هدي الحقن الاول وبعد كده قد ايه؟ الاورال من نفس نوع العيله. وده الخطا اللي بتقع فيه. تبدي حقن الاول من عيله وتكملهم من عيله ثانيه. لا، المفروض الصح ان انا اكمل من نفس العيله، يعني بدات باليونيكتام فايل اكمل باليونيكتام ايه؟ سسبنشن او اليونيكتام ايه؟ ادويه حبوب. خدت بالكم؟ ما ينفعش ده بالنسبه لمين؟ الصلبين كده. ممكن تبدا بالصلبين تكمل من نفس العيله، عيله مين؟ نفس المواد، ما هو ده كل اسامي تجاريه بس نفس المواد ايه؟ امسلين سلبكتام. تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للحقن اللي عندي. يلا احسبهم، انا قلت لك الطفل جاي بيعيط، وقلت لك ما بيقدرش يعيط يا دكتور، تمام؟ و درجه حراره عنده عاليه وقاعد يخبط في ودانه بالمنظر ده، دي حاله ايه؟ اوتيتس ميديا. يلا حد يحسب له الجرعه على 10 كيلو، طفل 10 كيلو. يلا نحسب الجرعه 10 كيلو، الجرعه عندي كام هنا بقى في الحقن؟ 150 ملي جرام لكل جرام بير داي، 150 لكل كيلو، قلت لك هو كام كيلو؟ 10 كيلو، 150 في 10 بكام؟ 1500 بير داي. الحقن بنقسمها على كام؟ الحقن بتاكل قد ايه؟ كل 12 ساعه يعني مرتين في اليوم، فبحسب على 2، هو عاوز 1500 في اليوم، تمام كده؟ يبقى اديله حقن 150 كل 12 ساعه لمده 3 ايام مثلا، ويكمل على ايه؟ على الاورا. دكتور وزنه كيلو مش طفل يعني عدد كويس. سؤال حلو جاي بدري شويه كنا هنقوله، تمام؟ في الادلت عموما اعلى وزن عندك هو 60، ولو عاوز تمشي يعني ايه قانوني شويه، يعني لو عاوز تمشي ايه رسم شويه، انت ممكن تحسب على الايديال بادي ويت، لان في اوزان تقابلك ممكن 150 كيلو احسب الدواء على 150، لا اعلى وزن في الادلت عموما هو 60، عاوز تعلي شويه احسب على ايه؟ على الايديال بودي ويت. الايديال هو كام تقريبا في الادلت؟ 80 اللي هو لا الايديال بودي ويت بتاع الانسان اللي هو ايه؟ الطول بتاعه يعني تقريبا يعني انقص منه 100، الطول بتاعه شيل منه 100 سم، يعني واحد طوله 170 سم يبقى الايديال بودي ويت بتاعه كام؟ 70 كيلو، يبقى احسب على الايديال بودي ويت اللي هو المفروض يتكلوا عليه، تمام؟ 70 ماشي؟ او 60 على حسب ايه؟ على حسب الموجود عندي، حسب الحالة اللي قدام. طب في الحالة لو انا حسبت ال 50 كيلو على 150 جنيه هبص الاقي 50 في 150 او 60 كيلو في 150 هتطلع ب 7500. هديله كام حقنة وكام؟ عشان كده جرعة الأدلت عندنا في منه مكتوب في الورقة عندكم في حقن نزلت ايه؟ 3 جرام. 3 جرام. فبيعمل حقنة 3 جرام كل 12 ساعة، دي جرعة الأدلت أصلا. ماشي؟ حقنة 3 جرام كل 12 ساعة، مكتوبة في الورقة عندكم. دكتور هتكملي الشراب ده ازاي؟ نكمل شراب بنفس النظام بقى، هياخد مثلا اهو اديته انا دلوقتي الطفل ده اللي كان جاي اوتيتس ميديا اهو، قلت لكم اديته الحقنه 750 كل 12 ساعه لمده 3 ايام، ويكمل شراب مثلا هديله اليونيكتام سسبنشن تركيز 250، تمام؟ يلا احسب له بقى الجرعه 10 في 50 بكام؟
جرعة القرى كام؟ 50 زي ما هي، 50 ل 10 كام؟ 500، هو عاوز 500 في اليوم الدواء ده، يعني كام 250؟ كام 5 سنتي؟ 2 250 يعني 2 5 سنتي، يعني 10 سنتي في اليوم، اسمع 3 يبقى 3 سنتي ونص في الكام؟ 8 ساعات. فهمت الحتة دي؟ ماشي. بتتحل اصلا الحقن بتتحل؟ اه الحقن كلها انا قلت لكم مص... الكلام اللي انتوا قلناه في الاول خالص قبل ما تيجوا موست الحقن اللي موجود عندنا في الانتي بوديك فايل. فايل يعني ايه؟ بودره بتتحل. تمام؟ ده كوتشه تمام؟ بودره وبتتحل. اما الامبولز نادر جدا ما تلاقيها، في نوع من بس اللي هيقابلونها اي امبولز، لكن كله فايل بيتحل. طب احل على كام سنتي؟ سؤالك بقى احل على كام سنتي؟ الحقن عموما العضل بتحل على 3 عموما، الحقن العضل بتحل على 3، الانترافينوس اللي هي الوريدي بتحل على 5 او 10 سنتي بقاعده الحل. منين نحل مضاد مثلا البودره؟ الصح في العضل عموما كده 3 سنتي في العضل و 5 سنتي او 10 سنتي كمان في ايه؟ في الوريدي. خلاص؟ لكن زي البنزين ده عشان هو بيحجر وبنش اه تمام، بس ده عموما اقول لك عموما في اي حاجه تانية. ممكن لو بيقول بون الحلف نص على العضله بتاعتك بقول لك قاعده، دي قاعده عموما انا حسبها الحلقه قدام. ماشي بصوا يا جماعه، الوريد من 5 او 10 اه الوريد تحل في 5 او 10 سم على اساس بقى حد. لا هو الصح اصلا في 10 سم بس هم بيستسهلوا في الطفح 5 سم، بس هو الصح 10 سم. ماشي بس هتلاقي في ناس بتخلفها من الطفح عادي. طب دلوقتي عرفنا ان الجرعه دي او الوزن في الطفل مهم جدا لحساب ايه؟ حساب الجرعه. انا قلت لك لو انت قاعد في عيادة الامتياز ايه اللي هيحصل؟ الطفل هيجي لك موزون جاهز وكل الوزن بتاعه في الروشته. طب وزن حلقه قابلتك مثلا بره، حلقه قابلتك مثلا في البريف ما كانش فيه ميزان ولا حاجه، تمام؟ اي حلقه قابلتك طفل معهوش وزن مش عارف وزنه قد ايه، تتوقع وزنه يكون كام؟ قال لك اتوقع وزنه لو هو 3 شهور يبقى 5 كيلو، 6 شهور 7 كيلو ونص، خدت بالكم؟ سنه 10 كيلو. من اول سنه بقى كل سنه ايه؟ تزود 2 كيلو، سنه 10 كيلو يبقى سنتين 12 كيلو، 3 سنين 14، 4 سنين 16، 5 سنين 18، 6 سنين اللي هو سن دخول المدرسه بيكون كام؟ تقريبا 20 كيلو. يبقى ده الوزن اللي انت تحسب عليه لو مفيش ميزان موجود، تمام؟ عن 3 شهور وزنه المفروض 5 كيلو، 6 شهور 7 كيلو ونص، سنه 10 كيلو، من اول سنه زود 2 كل مره لحد ما توصل 6 سنين اللي هو كام؟ يبقى كام؟ 20 كيلو تقريبا. ده بالنسبه للاطفال عشان احسب الجرعه مظبوط عندي 100 كيلو، تمام كده؟ طب نفترض الطفل بتاع الاوتايتس ميديا ده كان جاي لك في سن دخول المدرسه. تقول لك ده لسه داخل المدرسه اهو السنه دي اول سنه ليه في المدرسه، تمام؟ ومش عارف وزنه، يبقى وزنه كام؟ 20 كيلو، قول انت زي ما انت قلت. 20 كيلو احسب له الجرعه بقى بتاع الحقن، هدي له امسيلين سلبكتان، هدي له مثلا يونيكتان او السولبن فايل. احسب له الجرعه. هو احنا قلنا 150 ملي جرام لكل كيلو، هو كام كيلو هنا؟ 20، 150 في 20 بكام؟ ب 3000 بير داي في اليوم. خدت بالكم؟ 3 جرام في اليوم، يبقى الصح ان هو ياخد كام؟ حقنه جرام ونص كل 12 ساعه. فهتكتب له ده الجرعه المظبوطه بتاعته، حقنه جرام ونص كل 12 ساعه. يروح للصيدلي، الصيدلي يصوت له يا نهار ابيض ايه الدكاتره دي؟ ده كاتب لك حقنه جرام ونص وطفل صغير في سن دخول المدرسه، سن 6 سنين، تمام؟ ممكن يتصل بيك ويقول لك يا دكتور الجرعه كبيره قوي على الطفل، تمام؟ يقول له الجرعه ايه؟ المظبوطه. عشان الكلام ده بيحصل مشكله كتير ما بين الدكاتره والصيادله بسبب الموضوع ده، يقول لك ده تكتب له جرعه عاليه يا دكتور، ايه الجرعه العاليه اللي انت كاتبها؟ ده تكتب له جرام ونص كل 12 ساعه. الطفل هياخد 3 جرام في اليوم، اه دي الجرعه المظبوطه بتاعته. تمام كده؟ وصل لنفسك ودي الجرعه المظبوطه بتاعته. تمام؟ الواحد يفهم قال للطفل يقول لهم لو حد تحت قال لكم الجرعه قول له دي الجرعه المظبوطه عشان اه وتعرفوا برضه تعرفوا المشكله بتاعته. بتاع بتنزل الباب بيبقى كبير قوي. تمام. بيخض بتلاقي الحقنه عند كده 5 سم حاجه عظيمه. بقول لك دي اللي بتاخد عضله بتاخد وريد عادي مش مشكله. تمام كده؟ اي حقن احتفالنا كله ايه بتاخد عضله بتاخد وريد عادي. تمام؟ ما عدا مين؟ ما عدا الامسيلين كلافيولينك. سؤال بس قبل ما ناخد الامسيلين كلافيولينك ده. ماشي؟ الدكتور دلوقتي واحنا في وسط الكلام كده قال كلمه ما علقتش عليها، قال لك دلوقتي في الطفل ال 10 كيلو انا دلوقتي ممكن اديله 10 كيلو احسبه بجرعه كده يبقى عاوز كام؟ 1500. طب انا ممكن اديله الحقنه اللي هي 1500 اوفر عليه، اديله الحقنه ال 1500 دي ياخد نص الصبح نص الحقنه نص الصبح نص الحقنه بالليل. لسه قايلين دلوقتي ايه؟ بنسلن امسلن امبتسلن لما يتحلم يكرمهم.
تمام ماشي. كان في دكتور كمان كان القلب بيموت اه الله مش لازم بيبوظ ما بيبوظ طبعا مش اه بيبوظ بقول لك بيتحل يترمي ماشي. انت لما تجيب حاجه والله العظيم بتقول بتشتف في الدكاتره عامل صدى ولا حد يرسل درجه يا جماعه حد يرسل درجه هو دكتور يا دكتور بيرمي على الصيدله يا مش كل الحوايج يا دكتور الذكاء انا لسه بتكلم دلوقتي وداك البين السلم واخواته الامبسلم والامبسلم لما يتحلوا يترموا تمام ماشي. الثانيه اللي هي شبه الامثله السابقتين بالظبط اللي هي الامثسيل الايه كلافيورينيك حطهم على الامثسيل الكلافيورينيك عشان يخلوه ايه انتي ستاتيك وده كويس جدا وجميل جدا ومن كده كتير قوي. اشهرهم اللي هو مين لوبنتين في المجنا بايوتيك الهاي بايوتيك مشهور الاموكسيكلاف الكلوران الدلتا كلاف الحاجات دي كلها مشهوره تمام كده. خلي بالكم بس ان الكاتب تحت خط ده اللي عامل تحت خط ده يلا يا جماعه اللي عامل تحت خط ده ده ايه حد قالها لا اورال بس عكس من هناك اللي حتى تحت خط هناك السولفنت كانت ايه فايل بس لكن حط خطوط كبيره قوي هنا ده كتير اهم دول ايه اورال بس مش منهم فايل يا انا قلت ده لو في منه فايل حتى ما هو ما بيتكتب كتير اورال تمام ماشي. تركيزات الحقن اللي موجوده احنا قلنا الحقن اللي موجوده هي مين بس بقى اللي موجود الاوبنتين ومين والمجنا بيوت في الحقن اللي موجوده عندنا في فايل عندنا اللي هو 600 تركيز 600 وتركيز 1200 مللي جرام. يعني ايه حقنه تركيزها 1200 ده في الحقنه كلها تركيزها 1200 عشان ما حدش يغلط تمام. خلي بالكم الحقن انها تتاخد ايه اي في اونلي الناس اللي داخله متاخر احنا قلنا ان الانتي بودي كلها تمام ينفع تتاخد عضل وينفع تتاخد وريد ما عدا عينك الامبوزيلين كلافيولين اللي بتتاخد ايه اون بي اي بي اونلي وريدي بس تمام كده ماشي. في منه حبوب اه تركيزات الحبوب هي 375 و625 فوق ال 1 جرام موجود تمام. الدكتور قال حاجه في الاول في حاجات في ادويه تابلت اها فيها منها ايه الواحد جرام المفروض الدواء الاورال عموما سواء كان تابلت او سيره بيتاخد كل قد ايه؟ كل 8 ساعات يعني 3 مرات في اليوم. بيقول لك ممكن يعني ده مش قاعده بس ممكن تمام؟ لو هتدي الجرام تابلت ماشي ممكن تديه كل 12 ساعه يعني مرتين في اليوم. بس لو بحثت ورا الموضوع ده هتلاقي ملوش ايه ملوش قاعده قوي تمام؟ لكن ده اللي ماشي في السوق والدكاتره كلهم بيكتبوا كده لو هيدي الواحد جرام بيدي ايه؟ بيدي كل 12 ساعه ده بالنسبه لمين؟ للتابلت. يبقى لو في تابلت عندنا لو في حبوب عندنا ولا مثلا زي الهاي بول تمام؟ الحبوب اللي موجوده كمان 1 جرام اديه ولا اديهوش؟ اديه كل قد ايه؟ كل 12 ساعه. لكن لو هدي 625 يبقى كل قد ايه؟ كل 8 ساعات تمام؟ ماشي. اللي موجود تحتهم الخط ده يا جماعه ده اورال بس 625 لكن الاثنين دولت فيهم منهم اورال وفي منهم ايه؟ فايل تمام كده؟ اللي هو الهايبوتيك والليبونتين والليبونتيك ده منهم اورال ومنهم ايه؟ منهم فايل ماشي. مشكله العيله دي في حاجه واحده بس تركيزات مين؟ السسبنشن. التركيزات في السسبنشن ارقام كتير قوي بقى تقعد كتير قوي عم تتعود في الروشته وتكتبها. تركيزات السسبنشن عندي بتاع الحاجات دي كلها 156 و312 كلهم تمام فيهم التركيز ده في تركيز 156 وتركيز 312 لكن الهاي بايوتك والدلتا كلاف في تركيزات ثانيه اللي هم 230 و460 ما عادش دلوقتي عشان موجود 156 و312 نزلوا تركيزات جديده اللي هي 230 و460 الهاي بودك بس والاوجمنتين اللي هم اشهر اثنين هم اللي فيهم تركيزات كام؟ 600 تمام كده؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للكيوران نزل 600 692 ونيو كلاف 600 ما هو المفروض 600 دي لو بصيت لها 642 ال 460 دي لو بصيت لها هتلاقي 457 ونص احنا بس بنسهل ايه؟ بنسهل على الناس شويه ماشي. ده بالنسبه للحاجات اللي مكتوبه مش عاوزين نعطل اكتر من كده هي معاده اصلا لوحدها تمام. يبقى عندنا السسبنشن كله فيها 156 و212 الهاي بوتك والدلتا كلاف في 230 و460 الهاي بوتك والاوجمنتين ده اللي فيهم تركيز كام؟ تركيز ال 600 تمام.
المشكلة في حفظ بس الحاجات دي. يعني انت بعد كده هتعود على واحد، هتعرف واحد تعرف تركيزاته مثلا هاي بودك، هتكتب هاي بودك على طول خلاص اعرف تركيزاته في 230 في 460 في 600، هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. تمام؟ ماشي. انا دلوقتي حالة برضه كانت جاية لي اوتيتس مالي او سينوسايتس او جراحة، واحد جالك الامتياز خد غرزتين تمام كده، كان طفل لسه صغير مثلا عنده 6 سنين وخد غرزتين في ايده ماشي. اي حد بتخيطه في المستشفى لازم تعمل ايه؟ بتكتب له روشته كده. ايه الروشته اللي بتكتبها له؟ مضاد حيوي. حاجه ثانيه انرجيزك. حاجه ثالثه انتي ادمنت. قاعده تمام، قاعد ده بالشام كده بتعمله خلاص. اي حد بتخيطه بتكتب له الروشته دي، بتكتب له مضاد حيوي سيستميك تمام، بتكتب له عندنا انرجيزك مسكر عشان الوجع والالتهاب والحاجات دي، وتدي انتي ادمنت عشان ايه الجرح ده ما يورمش. تمام، دي قاعده بتتعمل ماشي. دلوقتي الحالة دي طفل وزنه 6 كيلو، قصدي طفل عنده 6 سنين سن دخول المدرسة، انت مش عارف حتى وزنه، ده هو بيقول لك انا داخل لسه المدرسة السنة دي، أول سنة في المدرسة اهو، تمام؟ يبقى وزنه كام كيلو؟ 20 كيلو، يلا هنديله الهاي بوزك، قولوا لي هتكتب له بجرعة ازاي؟ يلا يا دكتور. أنا؟ 150 في 20؟ بحسب الجرعة هنا على كام؟ في جرعة مكتوبة؟ لا ده لما فيش جرعة مكتوبة يبقى جرعة كام؟ 50 ميل ملي جرام لكل جرام بير داي. انا هديله هايبوتيك سسبنشن اهو على جرعة 50 لباقي، انا بدي ده وقائي يبقى احسن ايه؟ 50 عشان الجرعة العالية، انا ما بعالجش دلوقتي بدي وقائي، ده حاجة وقائي عشان ما يجيش بكتيريا تمام كده؟ فادي 50، احسب لي بقى على 50 50 ملي جرام في كل كيلو جرام اللي هو كام كيلو؟ 20 كيلو تمام كده؟ 50 في 20 بكام؟ 1000 ملي جرام. ادي 1000، عاوز 1000 ملي جرام في اليوم تمام؟ يعني عاوز لو هديله مثلا الهاي بيوتيك 230 عاوز كام؟ 230 تقريبا 4 تقريبا صح؟ ماشي. لو هدي 460 يبقى عاوز قد ايه تقريبا؟ 2. خدت بالكم؟ فهمتوا الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى التركيز اللي انت بتكتبه ده مش قاعده، ده حسب انا عاوز ادي قد ايه؟ هديله كتير يبقى اديله كام؟ ادي التركيز الاكبر احسن ماشي؟ ماشي. انا عاوز دلوقتي قلت لك قد ايه؟ 1000. حسبنا الجرعه دلوقتي عاوز 1000 ملي جرام في اليوم، فاديله الهايبوتيك 460، عاوز كام 460 اتفقنا؟ يعني ايه كلمه هايبوتيك سسبنشن 460 الناس لسه داخله؟ 5 ملي، يعني كل 5 سم من الدواء ده بيحتوي على ايه؟ 460، يعني انت عاوز كام 5 سم؟ 10 سم. خدت بالكم؟ انا عاوز 1000، 1000 يعني 2 460، يعني 2 الرصيد اللي موجود في الكام؟ في 5 سم، يعني 2 5 سم، يعني عاوز 10 سم في اليوم. الدواء الاورال القاعده خدناها يبقى كل قد ايه؟ كل 8 ساعات، يعني 3 مرات في اليوم، اقسم بقى 10 سم على 3 هياخد 3 سم ونص بالفم كل 8 ساعات. كتبت له الجرعه، حسبت له الجرعه مظبوطه ولا لا؟ حسبت له الجرعه مظبوطه. فهمنا الحته دي؟ ماشي. ده بالنسبه لمين؟ للامكزوتيلين كلافيرانك. دكتور عايز اسالك سؤال، حاجه فاتت طبعا. الامكزوتيلين سامبرتيان ده حضرتك بيدينا جرعه معينه 150. مفيش رينج من 100 ل 150. هو الرينج من 150 ل 200 كمان. يعني 150 الرينج من 100 ل 200. من 100 ل 200. تمام، ده لو الرينج عاوز تكتبه كده يعني. بس كله ماشي على 150. لا هتكتب ال 200 ولا هتكتب ال 100، هي ماشيه على 150. استنى فعلا لو دخلت الطفل وجرام ونص ليها ايه؟ ما انا قلت لك تعرف المريض كده عشان الصيدله هيكلمك. خدت بالك؟ دلوقتي احنا قلنا حطهم على الامسيلين ايه؟ السامبرتان. حطهم على الامسيلين ايه؟ الكلافيولين عشان يخلوهم ايه؟ انتي ستاف، عشان يشتغلوا بقى معايا حاجات الجرامبوستري الاساسيه بتاعتي، تمام؟ دوروا على مواد ثانيه كده، قال لك في مواد اسمها انتي ستاف بنسلم. عائله برضه من المسلينات اللي هو هتشتغل انتي ستاف كويس جدا، ممكن ما تشتغلش الا ستاف بس، تمام؟ اللي هم الاوكزاسيلين، الكولوكزاسيلين، الدايكولوكزاسيلين، الفلوكزاسيلين. الحاجات دي انت ستاف بنسلم اشتغلت بنسلم كويس خالص تمام، بس ما بيقدرش لوحدها، بيحطوها على ايه؟ على الحاجات الثانيه، بيحطوها على الامسلم مثلا، بيحطوها على الامسلم مثلا في حاجات زي الفلوموكس. الفلوموكس ده عباره عن ايه؟ اموكسيل مع اموكسيل مع فلوكسيل. خدت بالكم؟ اموفلوكسين نفس النظام، اموكسيل مع فلوكسيل. امبيكلوكس
امبسيلين مع كلوبزاسيلين، خدتوا بالكم؟ امبفلوكس امبسيلين مع كلوبزاسيلين. طيب نسيت نفس النظام بتاع الامبفلوكس امبسيلين مع الفلوكساسيلين، تمام؟ الحاجات دي لما حطوا الاضافات دي خلاها تشتغل ايه؟ انت ستاف كويس. يبقى حط عندي امبسيلين يشتغل جرام بوزيتيف وشويه صغيرين جرام نيجاتيف ومعاهم واحد اهو بيشتغل ايه؟ بيشتغل انتي ستاف جمال جدا، بيقسمهم كده اوكس كلوكس دايكلوكس فلوكس، تمام؟ الحاجات دي بره شغاله كويس جدا بره مصر وبتشتغل بره مصر وبتشتغل زي بالظبط كانك كاتب امسيلين سلبكتام او امسيلين كلافيولينك، كانك كاتب هايبوتيك او كاتب جوناكتام، نفس النظام بالظبط. بس هي عشان رخيصه في مصر ايه اللي حصل لها؟ بدل كانت في اي حاجه اي واحد يزوره بيوجعه مش عارف يعمل ايه، تمام؟ اكتب له مين الفلوموكس، اكتب الفلوموكس بيتكتب على طول. الحاجات دي بتتكتب على طول من رخصها بقى لما كتبت على طول حصل منها ايه؟ ريزيستنس، ما عادش بيجيب نتيجه كويسه. بس نظريا هي نفس المدى نفس الشغل بتاع مين؟ نفس الشغل بتاع الامسيلين سلبكتام والامسيلين كلافيولينك و جرعه مكتوبه في جرعه مكتوبه. لا يبقى الجرعه كام؟ 50 ميل جرام لكل جرام في الشغل، تمام؟ هو في الشغل طالما مش جرعه مكتوبه جرعه هتحصل، تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للانتي ستاف بنسل. اي سؤال في الجزء اللي فات ده؟ الجزء اللي فات ده كان في معلومه كده حد بيقول ان الاطفال المفروض ما يديلهمش حقن ضروره، يعني ما احنا قلت لك انت امتى ترجع للحقن؟ لو الحاله سفير، حتى لو الحاله سفير وهترجع للحقن قلت لك بدي ايه اول يومين او اول 3 ايام بس، تمام؟ وبعد كده كمل بايه؟ بالبور. لو ماشي احنا قلنا جرعه الاوجمنت، الاوجمنت ده مسلم كلافيولين لقيت فيه كلام مكتوب في دوس مكتوبه يبقى جرعه على ايه؟ نفس النظام اللي احنا متعودين عليه 50 ميلي جرام لكل 50 ميلي جرام لكل جرام برتين، نفس النظام بنفس الطريقه بتاعت بالظبط. احسن انت طفل وزنه 20 كيلو وعاوز اديله اوجمنتين حقن، طفل وزنه 20 كيلو عنده بقى اوتيتس ميديا تقيله شويه وراجل فاهم حاجات ثانيه عاوز حاجه قويه فاكتب له غيان اللي هو الاوجمنتين ده، تمام؟ يلا يا جماعه معايا اديله الاوجمنتين حقن خلاص لطفل عنده اوتيتس ميديا، تمام؟ وزنه 20 كيلو وسنه دخول المدرسه. بقول لك انا في سنه اولى كلها في سنه اولى ابتدائي، تمام؟ 20 ماشي ده 20 ده كيلو او جرعه كام؟ 50 ل 100 ملي جرام لكل جرام بير داي. لو هنحسب مثلا على 50 ماشي انت ممكن تحسب على 50 ممكن تحسب على 100 ممكن في النص توسط نفسك تحسب على كام؟ على 75، تمام كده؟ ماشي نحسب مثلا على ايه؟ على 50. نحسب كده على 50، 50 في 20 بكام؟ ب 1000. هو عاوز 1000 فين؟ في اليوم، تمام كده؟ في اليوم الكامل يبقى اديله حقنة 600 مره الصبح ومره بالليل كل 12 ساعه، او ممكن انقص الحقنه شويه. خدت بالك عاوز انقصها بالظبط عاوز تبقى الجرعه مظبوطه، بس انا قلت لكم انا هحسب الجرعه في الجامعه الاول على 50، هحسب على المينيمم بحيث لو في حاجه زياده اكتبها ولا تدفع ولا ما ينفعش تنفع. يعني حوار 600 كل 12 ساعه ده كويسه في حاله زي دي ولا لا؟ ده كويسه جدا. خدت بالكم بالنسبه لحاله زي دي؟ 600 سعر الاوجمنتين، الاوجمنتين اللي غالي فيهم اغلى حاجه. اللي هي عشان قويه بلا غالي. ما خدناش في مشكله يا دكتور رخيص. يعني زي في الموكس كده ولا مش للدرجه دي؟ ما انا بقول لك الفكره، لا الفكره في الموكس والحاجات دي عشان رخيص حصل فيها ايه؟ حصل فيها ريزيستنس. في نوع مجموعه دي رخيص قوي يعني. دلتا كلاب. دلتا كلاب. بس شرط دواء اورال بس دلتا كلاب يعتبر رخيص. ماشي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للحاجات عندنا اللي هنوصل لهم كاميرا هناك. هقول لك دكتور الحالات الاطفال فيها حقن وبعد كده بنمشي عادي، بس الكلام ده في حالات سفير، بس لو حاله سفير هتلجا للحقن الاول، تمام؟ يومين ثلاثه وبعد كده تبدا ايه؟ الشرب. حالات عاديه بتمشي بالشرب بس، الحقن حالات سفير بس. ماشي؟ ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لحاجات بتاع الانسان. يلا يا جماعه هنبدا دلوقتي الكيفر سبورن. قبل ما نبدا الكيفر سبورن خدوا بالكم كده ان نص الصفحه اللي احنا خدناها ده كله ده عباره عن ديمسلينات لما تتحل ايه؟ تترمي. يعني الاوجمنتين نفس النظام الحاجات دي كلها لما تتحل ارمي ما ينفعش عنها، تمام؟ كله امبسيلين سلبكتام، تمام؟ بيقول لك ده امبسيلين سلبكتام غالي ولا الاوجمنتين ده غالي عينه، تمام؟ ينفعها الجرعه الثانيه؟ قال لك لا لما يتحل يترمي كل اللي فات ده خلاص. من اول الكفر سبورن وانت ماشي بقى الحقن ممكن تقعد كلها 24 ساعه في رف الثلاجه.
تمام كده. من اول بقى كبر الزبور واحنا ماشيين بقى بايه صفحتين، الحقن ممكن تقعد في التلاجة 24 ساعه مش مشكله. الناس اللي سقطت مننا احنا ما خدناش حاجه لحد دلوقتي الا ان هم اول ما اكتشفوا اللي هو البنسلين ده كان ايه جرام بوزيتيف بس رود انتي ستيف، حطهم عليه حاجات تشتغل جرام نيجاتيف. تمام، بقى الاساس بتاعه جرام بوزيتيف وشويه صغيرين جرام نيجاتيف. تمام، في الامبسلين والاموكساسيلين، يبقى صنعوا حاجات جديده، صنعوا الامبسلين والاموكساسيلين. دول مالهم شكل البنسلين بالظبط، الاساس بتاعه جرام بوزيتيف بس برضه نفس المشكله بتاع البنسلين نوت انتي ستيف. خلاص، فبرضه مش هينفعوا معايا في الحالات العاديه بتاعت اللي بقابلها كل يوم. تمام، لما حطوا الاضافات بقى، حطوا على الامبسلين ايه سلفاكتام، حطوا على الامبسلين كلافيولينيك، لما حطوا المواد دي خلوهم انتي ستيف. لما حطوا على الامبسلين سلفاكتام وحطوا على الامبسلين كلافيولينيك وحطوا الاضافات الثانيه المواد الثانيه ايه انتي ستيف، الامبسلين ديفرموكس والحاجات دي خلوهم ايه، خلوهم انتي ستيف، ودول اللي اقدر اكتبهم في اي حاله موجوده عندهم. تمام.